الأبراج، والنهاردة هنتكلم عن ترتيب جديد للأبراج، وهنتكلم عن من هم الأبراج الأكثر خجلاً، يعني الأبراج اللي بتتكسف قوي قوي من الآخر. يعني في أبراج عندهم جرأة، في أبراج عندهم خجل مش طبيعي. الأبراج دي بتتحرج جداً، ويعني حتى إيفن في رجالة وستات فيهم بيتحرجوا قوي. فأنا هقول لكم النهاردة مين هم الأكثر تلت أبراج أو أبراج أبراج عندهم خجل، معروفين بالخجل بتاعهم إن هم بيتكسفوا جداً جداً، مع ان هم ابراج ممكن تكون شخصيتهم قويه وممكن يكون عندهم حضور وكل حاجه، الا ان هم بيتكسفوا وعندهم مشاكل كتيره جدا في التعاملات بسبب الكسوف بتاعهم. لو انتوا شاطرين تقولوا لي مين هم الابراج اللي بتتكسف تحت، هستنى اسمع رايكم. تقولوا لي مين هم الابراج الاكثر خجلا تحت في التعليقات. طيب كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى الفيسبوك. طيب مين الابراج الاكثر خجلا على الاطلاق؟ يعني الابراج دي بتتكسف. طيب هقول هم اربع ابراج، مش يعني هقول اربع ابراج. طبعا عندنا في مقدمه الابراج اللي بتتكسف جدا 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 هو برج السرطان. برج السرطان برج خجول قوي، برج ما بيعرفش يعبر عن مشاعره لدرجه ان هو بيتكسف يعبر عن مشاعره. بيتحرج يزعل حد، بيتحرج يضايق حد، بيتحرج ان هو يقول حاجات مثلا، يعني هو بيتحرج يعبر عن مشاعره. هو من الابراج الصامته الساكته، من الابراج اللي ما بتتكلمش كتير، ما بيحبوش الكلام كتير، ما بيحبوش الرغي كتير. يعني هم بيعبروا دايما عن مشاعرهم بالافعال لا بالكلام. فبرج السرطان هو شخص خجول بيخجل جدا جدا جدا. فبرج السرطان هو من اكثر الابراج خجلا، ومن اكثر الابراج اللي فعلا بتكسف جدا جدا، وعندهم الخجل ده ممكن يمنعهم حاجات كتير. ممكن لدرجة ان في ناس تعتقد ان هم مش بيحبهم من كتر ما هو بيخجل يعبر عن الحب او يعبر عن مشاعره، او بيخجل يطلب حاجة، بيخجل ان حد يحرجه، فهو عنده خجل مش طبيعي. طيب عندنا بعد كده من الابراج الاكثر خجلا على الاطلاق، الابراج الخجولة جدا جدا جدا، هيجي عندنا برج الجدي. ممكن احطه في المراتب المتقدمة جدا، لان برج الجدي من الابراج المعروف ان هي ساكتة، ومن كتر سكوتها ناس كتيره جدا تعتقد ان هو ايه ده، هو ليه ساكت كده، هو ليه ما بيتكلمش، هو ليه ما بيعبرش، لان هو برج خجول جدا جدا جدا، يمكن اكتر من السرطان كمان. برج بيخجل ان هو يعبر عن مشاعره، بيخجل يتكلم، فهو عنده خجل. مش من الابراج الجريئه خالص، مش من الابراج اللي بيتكسف. وبرج بيتكسف ما بيحبش يحرج نفسه، ما بيحبش يضايق حد، ما بيحبش يزعل حد، فهو من الابراج الاكثر خجلا على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق. وهو كمان حتى في مشاعره، يعني برج الجدي دايما بيعبر عن مشاعره بالافعال مش بالكلام. يعني هو من الابراج اللي بتخجل ان هي تعبر عن مشاعرها، بيخجل ان هو حد يكسفه، بيخجل جدا جدا برج الجدي. طيب في المركز الاول وهو تالت برج من اكتر الابراج اللي بتتكسف، هو برج العذراء. العذراء يا جماعه بيكسف جدا جدا جدا، عشان كده دايما العذراء ممكن يتهم ان هو شخصيه يعني شخصيته ضعيفه. ممكن ناس تفتكر ان العذراء شخص ان هو دايما ساكت وبيسمع اكتر، وخاصه في البدايات. يعني انت متعرف على العذراء في البدايه تلاقيه قاعد ساكت سهون كده، ما بيتكلمش كتير لان هو بيتكسف قوي قوي قوي. فالعذراء من الابراج الساكته، الابراج اللي بتتكسف تعبر عن مشاعرها، بيتكسف يقولوا كلام حب، بيتكسف يقولوا كلام بيتحرجوا جدا، ما بيحبوش ما يحبش يحرج نفسه، ما يحبش، يعني هم بيتكسفوا بيحرجوا جدا جدا جدا. فدولت هم اكتر تلت ابراج عندهم خجل: سرطان وجدي وعذراء. طيب لو هنقول بعد كده يا عمر، وطي صوتك يا عمر. طب بكلم بابي، وطي صوتك. ماشي ماشي يا جماعه، حوارات عائليه. ماشي يا جماعه، قولوا لي يا جماعه انتوا بتتفقوا معايا ولا لا. طيب بعد كده بيجي عندنا برج الدلو. برج الدلو لو انا يعني ده رابع برج، يعني انا مش هو مش الماء. انا خلاص قلت دول اكتر ثلاثه، لو انا هقول برجين كمان، برج الدلو من الابراج اللي بتتكسف جدا جدا جدا، وعندهم خجل، وعندهم يعني وسبيشالي رجل الدلو. يمكن رجل الدلو اكتر من الست الدلو، الست الدلو جريئه جدا، اما رجل الدلو رجل خجول، راجل بيتكسف، راجل لا عنده خجل، يعني بيتكسف وعنده وخجول، يعني مش تنح وبجح كده وجريء خالص. يعني
بعد كده لو انا هقول البرج اللي بعد كده على طول هقول برج الحوت. برج الحوت برضو من الابراج اللي بتتكسف جدا جدا جدا، يعني دولت لو هقول خمسة يبقى حوت، دلو، سرطان، جدي، عذراء، دولت الابراج الاكثر خجلا على الاطلاق. طبعا اي حد تاني بقى يقول لي ابراج التانية، يعني انا بقول اكثر ابراج جرأة، يعني هقول مين الابراج الجريئة، انا هقول حمل، حمل جريء جدا، يعني عكس الخجل، يعني هم دول اكتر ابراج جريئة، حمل جريء جدا، قوس جريء جدا، جوزاء جريئة جدا، فدولت اكتر 3 ابراج جريئة، عشان بس نقول عكس الابراج الخجولة. طبعا انا مبسوطة ان انا بشوفكم، قولوا لي يا جماعة انتوا ايه رأيكم، متفقين معايا ولا عندكم رأي تاني، قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، قولوا لي تحبوا نرتب الابراج المره الجايه عن ايه. بس انا شايفه ده الترتيب اللي انا منطقي جدا، وانا شايفاه صح بنسبه 100%، وكل واحد يقول لي فعلا هو شايف ترتيبه صح ولا لا. يبقى المركز الاكثر خجلا عذراء، جدي، سرطان، دلو، وحوت. الاكثر جراه حمل، طبعا اكثر جراه على الاطلاق قوس وجوزاء. شكرا، قولوا لي بقى انتوا ايه رايكم، وقولوا لي عندكم بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، وقولوا لي تحبوا نرتب الابراج، قولوا لي انت بتشوف نفسك خجول بنسبه كام في الميه. انا عذراء بشوف نفسي خجوله بنسبه 150%، انا بتكسف جدا وحقي ضايع علشان بتكسف، يعني احيانا بتكسف اطلب حقي انا يا جماعه، واتحرج ان انا احط نفسي في موقف مش لطيف، وبتحرج جدا جدا على فكره. ثانك يو، باي، مع السلامه. لو بتتفرجوا عليا على الفيسبوك دلوقتي حالا ادخلوا اشتركوا في القناه. باي.